شلون علاقتكم ويا المقبلات؟ أنا كلش أحبها وخصوصا التفاحية ومتبل الباذنجان. اليوم راح نسويه بطريقة كأنه طالبيها من المطعم، بخطوات سهلة وتضبط وياكم من أول مرة. هنا للتفاحية نستخدم تفاح أي لون كان، ناخذ القشر مالته انقطع مكعبات، نحضر الصوص اللي هو لبن أو زبادي ويا مايونيز. كمية اللبن تكون ضعف كمية المايونيز، يعني استخدمت 6 ملاعق من اللبن 3 ملاعق من المايونيز، وأهم مكون اللي هو عصير التانك. ضيفوا عصير التانك وضيفوا إذا تحبون شوية شكر، إذا تريدوها بعد تكون بها حلا أكثر. وهنا التفاح اللي قطعناه وشوية جوز الهند، ونخليها بالثلاجة تبرد. كل ما بقت بالثلاجة كل ما أعطتني الطعم الطيب اللي أنا أريده. هنا نبدأ بالبيدنجانية، نستخدم لبن للصوص وراشي أو الطحينة. تكون كمية اللبن ضعف كمية الراشي أو الطحينة، يعني هنا تقريبا 6 ملاعق من اللبن 3 ملاعق من الراشي، وعصرة ليمون، وبعدها نضيف الباذنجان اللي أنا مقطعته وقاليته أو تحبون بالقلاية الهوائية، وأهم شيء الجوز، والمكون الأهم اللي هو الكشمش. ضيفوا كشمش حتى بعد أكثر، يعني كثروا حتى تنطيني الحلاء اللي أنا أريده بمتبل الباذنجان. وانا خلطتهم اخليهم بالثلاجة، كل ما سويتهم من وقت كل ما صار بعد اطيب وياي.